Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kaligrafi Jailani. Dalam kesempatan ini, Kaligrafi Jailani akan memperlihatkan kaligrafi outdoor, yaitu kaligrafi yang dibuat di luar ruangan. Dari sekian banyak karya-karya kami yang bertebaran di negeri Indonesia ini, salah satunya kaligrafi Masjid Babu Taubah yang dibuat oleh tim Kaligrafi Jailani di bagian dalam dan di bagian luar. Untuk kali ini, Kaligrafi Jailani akan mendemonstrasikan cara pembuatan kaligrafi yang berada di luar ruangan, yaitu tepatnya di bagian depan Masjid Babu Taubah ini. Hai teman-teman, balik lagi di channel saya. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan klik loncengnya, dan share jika kalian suka. Terima kasih. Mari kita lihat cara pembuatan kaligrafi outdoor ini. Diawali dengan pendasaran dan pembuatan ornamen dari bagian pinggir kaligrafi ini. Seperti biasa, untuk pembuatan kaligrafi outdoor ini sama dengan pembuatan kaligrafi indoor. Hanya perbedaannya di sini adalah cat yang digunakan. Khusus bagian luar, kaligrafi outdoor menggunakan cat eksterior, yaitu Mowilek Watersil. Bil alamin khalil salla alayka Allah ya alam al huda ma naha tayr fil ghusun yamin ya habibi ya shafi ya shafi ya habibi يا شفيع صلى الله عليك يا حبيب الله. تسير
هذا رسول الله هذا المصطفى هذا لرب العالمين خليل صلى عليك الله يا علم الهدى ما ناح طير في الغصون يمين يا حبيبي يا شفيع يا شفيع يا حبيبي يا شفيع يا شفيع صلى الله صلى الله عليك يا حبيب الله. شاهد ودليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل هذا رسول الله هذا المصطفى هذا لرب بالعالمين خليل صلى عليك الله يا علم الهدى ما ناح طير في الغصون يمين يا حبيبي يا شفيع يا شفيع يا حبيبي شفيع صلى الله صلى الله عليك يا حبيب الله. الغصون يمين يا حبيبي يا شفيع يا شفيع يا حبيبي يا شفيع يا شفيع صلى الله صلى الله
عليك يا حبيب الله. ومعي بذلك شاهد ودليل، أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين خليل. صلى عليك الله يا عالم الهدى، ما ناح طير في الغصون يمين. يا حبيبي يا شفيع يا شفيع، يا حبيبي يا شفيع، صلى الله صلى الله عليك يا حبيب الله. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين خليل. صلى عليك الله يا عالم الهدى، ما ناح طير في الغصون يمين. يا حبيبي يا شفيع يا شفيع، يا حبيبي يا شفيع يا شفيع، صلى الله صلى الله عليك يا حبيب الله. قلوب إلى الحبيب.
حبيبي تاني ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله هذا المصطفى هذا لرب العالمين خليل. صلى عليك الله يا علم الهدى ما ناح طير في الغصون يمين. يا حبيبي يا شفيع يا شفيع يا حبيبي يا شفيع يا شفيع. صلى الله صلى الله عليك يا حبيب الله. الله يا علم الهدى
ما ناح طير في الغصون يمين. يا حبيبي يا شفي يا شفي يا حبيبي يا شفي يا شفي صلى الله صلى عليك يا حبيب الله. هذا رسول الله هذا المصطفى هذا لرب العالمين خليل. صلى عليك الله يا علم الهدى ما ناح طير في الغصون يمين. يا حبيبي يا شفي يا شفي يا حبيبي يا شفي يا شفي صلى الله صلى الله عليك يا حبيب الله. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله هذا المصطفى هذا لرب بالعالمين خليل. صلى عليك الله يا علم الهدى ما ناح طير في الغصون يمين. يا حبيبي يا شفي يا شفي يا حبيبي يا شفي صلى الله صلى الله عليك يا حبيب الله. Thank you.
حبيبي تميل ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله هذا المصطفى هذا لرب العالمين خليل. صلى عليك الله يا علم الهدى ما ناح طير في الغصون يمين. يا حبيبي يا شفي يا شفي يا حبيبي يا شفي يا شفي صلى الله صلى الله عليك يا حبيب الله. Alhamdulillah, kaligrafi outdoor ini telah selesai dikerjakan dan inilah hasilnya. Untuk para pengurus masjid yang ingin membuat kaligrafi di bagian luar masjid,
bisa menghubungi jasa kami, yaitu Kaligrafi Jailani. Bisa menghubungi nomor telepon atau WA di 0895 3758 00747. عليك يا حبيب الله.